وقت حاورنا مع السيد المدير كان عطانا شي خدمه في جامعه راس القصر، جمعيه زواويه التنميه الفلاحيه، وبعديها دار معنا المحاضر مكتوبين ومسنيين في شهر جوج، غادي يبدا لنا في الخدمه في شهر سبعه. من سبعه لهيه كيمشينا دا جا دار المحاضر الاخرين في راس القصر، ودرنا المحاضر في العماله. وفي التاليه نهار 21/7 قالوا الكاتب العام غادي تنطلق الخدمه، نهار 21 شهر واحد، اسمحوا لي شهر واحد غتنطلق الخدمه، وعدنا هكاك. طلع راس القصر ما دار والو، البارح كنا مع كاتب العام قالوا الاخر المارشي تحول. كيفاش قادر الاتحاد يتحول لكم مشروع لجهه اخرى؟ كيفاش؟ ما فهمناش احنا ما فهمناش المشروع ديالنا مشى، ما فهمنا والو. احنا كان نستناو كل نهار يجي المقاول يخدم، وطلع المقاول وعاود طلع تعطى الناشي وتتحيد، كيقول لك فلوس والو. كيفاش انت عطيت الناشي والفلوس والو؟ احنا ما فهمنا والو مع هالسيد. دابا كنطلبوا من الناس اللي سمعوا لينا يعاونونا، جميع الناس اللي سمعوا لينا يعاونونا، هذا الشيء اللي كنطلبوا. وشكرا. المشروع شنو كان فيه؟ عباره على شنو؟ فيه 300 هكتار ديال غرس الزيتون اللي فيه 300 هكتار تغرس الزيتون، هذا الشيء اللي. ودابا كنطلبوه باش يعطينا نحضر، ما بغاش اعطينا الوعود. قالك 11 مارس اعطينا 11 مارس، ما بغى يعطينا حتى وثيقه ولا شي هضره ولا ما داهاش فينا، ما داهاش فينا المدير، ما نسوقش لينا كاع. كيفاش هو دخلتوا للحوار؟ ما نسوقش لينا، انا ما نديرش نحضر. وعلاش دخلتوا مع الحوار؟ هو شوفوا ما هو ما بغاش يعطينا المحضر، كنطلبوا غير المحضر، ما بغاش يعطينا حتى شي حاجه. دابا كنطلبوا مسؤوليين اللي سمعوا يعاونونا، ونطلب حتى السيد الوزير الفلاحة يعاوننا، والسيد المدير الإقليمي هديه الله، ونطلب السيد المدير الجهوي هديه الله يعاونونا في هذا الشيء. راه حنا ما نتخلاوش على المشروع ديالنا بأي حاجة كاينة، ما نتخلاوش. وشكرا والله يرحم الوالدين. وشكرا. دخلنا حضرنا معاهم في الاجتماع، كناقشوا معاهم الموضوع ديال هذا المشروع. السيد ديالك المشروع مازال كاين، ولكن نطلبنا عليه المحضر، ما بغاش. وحنا عندنا ناس معارضين مخدمين هذا المشروع للاهداف السياسيه، وحنا كنطلبوا من المغاربه ديالنا كاملين، من خوتنا، حتى من وزير الفلاحه يتدخل يعطينا حقنا، ينصفنا في هذه القضيه هذه، ما يخليوناش حنا ضايعين. حنا تقريبا 300 اسره غادي تضيع الا خلاو هذا المشروع مشى، غادي يضيعوا الناس. وعيينا راضي 50 وحنا كنجيو على هذا المشروع. الا كنا مغاربه يعطيونا حقنا، ولا ماشي مغاربه يديروا كيبغوا. صافي، السلام عليكم. كنطلبوا الدوله تدخل، من المدراء ديال الفلاحه الجهويين، حتى من الوزاره. الا حنا مغاربه يعطيونا حقنا، والا ما كنسالوش يقولنا ما كتسالوش. الله يعاونكم والسلام عليكم. 2013 وحنا ندافعوا عليه ونجريو ونديروا المجهود. درنا شحال من محاضر، شحال ديال الاوراق، خسرنا دم جوفنا على حساب وليداتنا باش كما يتمعشوا في هذا المشروع هذا نهار يجي. كاين اللي عنده قطار، كاين اللي عنده نص قطار، كاين اللي عنده جوج. حنا كنتأملوا هذا المشروع ديال سيدنا باش تحقق الأمنية ديالنا وديال ولادنا، وإذا به كيقولوا لك المشروع أسيدي راه تحول، الفلوس ديالو تحولت. فين تحولت ما نعرف. حنا راه جينا عندهم نتحاوروا معاهم، قلنا لهم ديروا معنا التزام، قالوا لك شهر ثلاثة، قلنا لهم ديروا معنا التزام، ما بغاوش يديروا معنا التزام. حنا هذا المشروع هذا إلا نحيوا به، إلا نموتوا به، وعاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. هذا المشروع هذا كاين الهجالات، كاين اليتامى، كاين المعطوبين، راه شحال من واحد كيتمنى باش مهنا يقوت وليداتو. هذا العام درنا باش نغرسو، باش نهار 21 السيد المدير يعطي الانطلاقه ديال المشروع. طلع تما واذا به جابوا لنا واحد لا ليست ما كاينينش الناس معنا، وقال لك هادو معترضين، وقلنا لهم اودي راه ما كاينش هذا الشيء، وسمحوا في المشروع وحولوه لبلاصه اخرى، وكيقولوا لك دابا نديروا لكم حل. حنا الحل اللي بغينا يديروا معنا هو يعطيوا لنا باش نخدموا المشروع. سيدنا عطاه الدوله والفلاحه، خصنا يخرج المشروع للوجود. وبزاف كاين ما يتقال، ولا اني راني مريض بالسكر، الا كثرت يمكن غادي الله يحسن العون. هاد الناس هادو منين جايين؟ جايين غادي يرجعوا هنا جايين. كاين اللي بغى يجي على رجله،
ومخلص عليه واحد اخر باش يركب في الطوموبيل. كاين اللي بغى يجي على رجله، كاين اللي ولادو ردهم من الباب قال لهم ما كاينش باش تركبوا، ما بغاو يجيو هنا، يجيو عيالات ورجال، كاين اللي ما قادرش يتمشى خصو يجي في كراسه. كاين اللي سمح في شغاله، قالوا لنا غادي تغرسوا عندكم التعويض على الغرس. ما عرفش شحال ديال كاين في الهكتار. قال لك ما تحرتوش، ما تحرتوش. ما حرتناش. وإذا به دابا اللي ما حرتش وكيتسنى التعويض ديال الغرس، اش غادي ياكلوا وليداتو؟ شنو غادي ياكلوا؟ ريدوا له ايوا يمشي لحوم في الواد، ريدوا الناس على الحرت، غادي تعوضوا على الغرس، غادي تغرسوا تعوضوا على الغرس. الناس قالوا الحمد لله راه ربي فرج علينا. إذا به جا حنا عند المشروع هذا يقول لك راه تحول، تحولت الفلوس، فين تحولت ما نعرف. دير صبروا معنا لشهر ثلاثة، قلنا لهم عطيونا محضر، عطيونا محضر التزام بأن شهر ثلاثة غادي تغرسوا، ما بغاوش. دابا كنطلبوا من جميع السلطات المعنية بهذا الأمر توقف معنا في هذا المشكل، حنا راه ما عندناش فين نمشيو هنا، هنا غادي نجلسوا. اليوم غدا بعد ونحياو هنا نموتوا هنا. يجي المشروع مرحبا نمشيو بحال هكا. والسلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.